في الحياة بنقابل ناس وناس، وقالوا في المثل الناس معادن، فيها الأصلي وفيها التقليد وفيها المؤذي وفيها المفيد. ولأن الحياة من غير ناس ما تنداس، هنقابل كل يوم نوع من الناس، ناس دهب وناس تانية لها العجب، ناس زي الفل بتحب الخير للكل، ناس جميلة تتصاحب وناس غريبة ملهاش صاحب، ناس لئيمة البعد عنها غنيمة، وناس رأية من النوع الفاخر، وكلها هيوصفها من الآخر دكتور عمرو الليسي في كلمة ورد غطاها. في فرق كبير بين واحد بيستمتع بالأكل يعني زواقة، وبين واحد تاني بيعشق الأكل، بيأكل كتير وبيأكل أي حاجة إيه وخلاص، واخدي بالك أنت؟ والنهاردة أنا هكلمكم عن النوع التاني اللي بيعشق الأكل وما بيقدرش يقاوم أي طبق وأي سندويتش يعدي قدامه. صاحبنا ده بيحب الأكل للأكل إيه نفسه، يفرقش بقى معاه تطلع لحمة كندوز ولا ضاني، موزة، كوارع، كرشة، فشة، ممبار، أي حاجة، أو كله أكله إيه والسلام. نعمة، كلها نعمة ربنا عمورة، واحنا هنقى يا راجل، هنتبطر على نعمة ربنا. الأكل ده رزق أخويا، رزق، وقت ما ربك يرزق بطبق محشي، طبق كشري، فتت لحمة، فرد رقبة، كله حلو، كله حلو، كل ما نفسك تتفتح اديها على طول، اديها اللي يقابلك، وكله حلو حلو، بلانا والشفا حبيبي، بلانا والشفا. وأنا الحقيقة عايز أعترف لكم إن كلام زيزو المتواصل عن الأكل بيفتح النفس، ودايما بيكون أخونا عبد عزيز هو القائد في كل مرة بنفكر فيها ناكل ايه في الشغل. شاورما طبعا، اكتشفت مطعم بيعمل احلى شاورما في مصر، واللي مش عايز شاورما خد عندك بقى يا سيدي ألذ طبق كشري في المحروسه كلها، بيعمل دقه وشطه ملهاش حل. واللي مش عايز كشري انا برشح لكم بقى اجمد مكرونه بالسي فود في مطعم جديد فتح جنب الشغل. ها ايه رايكم اعمل اوردر واطلب دليفري؟ وعاده الانسان اللي بيحب الاكل بيكون عارف اسامي المطاعم ومتابع المطاعم الجديده وأسماء الوجبات والكومبو واللي مش كومبو وعروض الأكل الجديدة. اشتري وجبتين وخد وجبة فري، وهتلاقيه في يوم داخل عليك الساعة 3 العصر وانت ميت من الجوع ويقولك يا عمور معنا في أوردر السندوتشات كبدة وسجق ولا ايه؟ احنا 3 وانت هتبقى الرابع، مطعم جديد جامد وعنده سلطات حكاية، طحينة بالهبل بقى وصوص ملوش حل. ايه معانا ولا ايه؟ ده السجق بتاع الراجل بيصغرط في السندوتش كده عمره، بيصغرط والله، وهتدعي لي. وطبعا بعد الكلام ده لا يمكن تقاوم، وهتطلب مش سندوتش واحد، لا 4، والاكله في اللم ايه حلوه، والاكل مع عزيزه ايه يا جماعه احلى، لان كلامه عن الاكل وصفه سندوتش الكبده اللي بيرقص كده قدامك والسجق اللي بيزغرط مش ممكن هتسمعه وانت جعان وريقك ما يجريش. الجمعه الجايه عندي في البيت يا جماعه هنحتفل بيوم الفسفور العالمي بقى، تشكيله اسماك عظيمه من اللي وصى عليها الحكيم لقمان، سمك طازه الحلقه بقى، بوري وبولتي ودنيس وجمبري وصبيت، ايه اوعى وشك هتاكله وتنوره في الضلمه، فسفور بقى معلم فسفور. وعشاق الطعام بيكونوا دايما عشاق الحياه، دي فلسفة زيزو اللي دايما يقولها لما نحذره من خطر الإفراط في الأكل ومشاكل الأكل من المطاعم. وأنا قلت له خد بالك يا زيزو من السكر والضغط والكوليسترول يا زيزو، أنا خايف على صحتك يا حبيبي. يرد عليا ويقول لي كوليسترول مين يا باشا؟ ده احنا اللي خوفنا الكوليسترول. مش بيقول لك الجسم السليم في الاكل المتين، وعندما تبوء البطون تتوه العول؟ ولا باسط، ولا باسط يا عموره. ونعمه بالله يا عبد عزيز، برضو ربنا ادانا عقل والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، لكن بتكلم مين؟ ده زيزو صاحب شعار تيكت ايزي يا عزيزي، وفي منه كتير قوي بيعشقوا الاكل كل حياتهم ومتعتهم ولمتهم حوالين الاكل، في المناسبات بياكلوا، وفي السفر بياكلوا، وبعد الاكل بياكلوا، وبعد ما ياكلوا بيفكروا هياكلوا ايه بعد ما ياكلوا. امال ايه يا عموره؟ انت فاكر اننا بنشتغل وبنتعب ونجري عشان ايه؟ مش عشان اللمه الحلوه دي ونتبسط؟ بقول لك ايه، ايه رايك بقى في طبق في شنكاح من جامعه الدول ونحبس بعديه بقى بشوب فخفخينا؟ ايه رايك معانا فخفخينا؟ ومهما قلت ومهما عملت فيها دكتور ونصحت وزودت وعدت وزت مفيش فايدة، الأكل وحب الأكل عند عشاق الأكل إدمان يا معلم، إدمان والله وملوش علاج. بذمتكم ده تقولوا له إيه وتتصرفوا معاه إزاي؟ ابعتوا لنا تعليقاتكم على صفحة برنامج كلمة ورد غطاها مع عمرو الليسي، حكاياتكم مع أنواع الناس اللي بتقابلوها في حياتكم هنتكلم عنها في كلمة ورد غطاها. ولغاية ما نتقابل تاني أسيبكم في أمان الله. كلمة ورد غطاها دكتور عمرو الليسي
الكاتب الصحفي محمد الشبه، أداء الفنان أحمد صيام، إخراج تامر حسني.